السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده المجموعة اللي فاتت على مخططات تبريد الميكانيكال سيل المفرد او الاي بي اي بلان فور سنجل ميكانيكال سيل، ميكانيكال سيل المفرد. طيب هنبتدي نتكلم في المجموعة اللي جاية دي على مخططات التبريد في الميكانيكال سيل الدبل المزدوج، اللي هو يبقوا اتنين او احيانا بيبقوا ثلاثة، يبقى الاي بي اي بلانز فور دبل او دول ميكانيكال سيل. طيب السائل المره دي كنا من زمان بنحط سائل التبريد ما بين الميكانيكال سيل وما بين الامبلر بتاعه المضخه، لا المره دي بنسميه، هناك كنا بنسميه البروسيس، هنا بنسميه بتوين سيلز. يعني ايه بتوين سيلز؟ يعني هنحط سائل التبريد بتاعنا ما بين الاثنين ميكانيكال سيل، يبقى دايما احط فين؟ ما بين الاثنين ميكانيكال سيل. مره هسميه بفر ومره هسميه بارير، تعال نفهم ليه. احنا اتفقنا زمان ان لو قسمنا الميكانيكال سيل طبقا للترتيب بتاعه، قلنا هنسميه مفرد، ميكانيكال سيل سنجل او مفرد، وبعدين دبل. الدبل نفسه هنقسمه لثلاث انواع، ثلاث تركيبات، تندم يعني اتنين زي بعض بيبصوا في نفس الاتجاه كأنه طابور المدرسة، وبعدين باك تو باك. يعني ايه باك تو باك؟ يعني الاتنين ميكانيكال سيل، الاتنين حلقات المتحركة بيبصوا لظهر بعض، وشو ظهرهم لظهر بعض، او فيس تو فيس الاثنين ميكانيكال سيل الحلقه المتحركه بتاعتهم بيبصوا لبعض. طيب ودول شرحناهم قبل كده بالتفصيل، اللي عايز يشوفهم يدور عليهم في الفيديوهات القديمه. طيب تعال نشوف اول كلمه هتقابلنا اللي هي اسمها بافر فلويد. ايه هو البافر فلويد؟ كلمه بافر يعني عازل، يعني هحط حاجه في النص ما بين حاجه وحاجه. طب تعال نشوفها ازاي دي. اول حاجه كلمه بافر هتستخدم دايما مع الدبل ميكانيكال سيل، الميكانيكال سيل المزدوج، وبشرط ان يكون امبريشرايزد. ايه كلمه امبريشرايزد دي؟ امبريشرايزد يعني غير مضغوط، يعني المنطقه اللي ما بين الاثنين ميكانيكال سيل ضغطها هيكون اقل من ضغط السائل اللي جاي للميكانيكال سيل من ورا الامبلر. يبقى عندنا في سائل بيجي من ورا الامبلر للميكانيكال سيل، وفي سائل هيبقى ما بين الاثنين ميكانيكال سيل. السائل اللي ما بين الاثنين ميكانيكال سيل ضغطه اقل من ضغط التشغيل بتاع المضخه دي، او ضغط تحديدا عشان يبقى كلام علمي دقيق، اقل من الضغط اللي واصل للميكانيكال سيل الاول، بنسميه ايه في الحاله دي؟ بافر، بافر فلويد. طب تعال نشوف الميكانيكال سيل مثلا الدبل، اول نوع فيه اللي هو اسمه التاندم. قلنا التاندم يعني الاثنين بيبصوا في اتجاه واحد. تعال نشوف ازاي. ادي العمود بتاعنا، شافت بتاعنا اهو، راكب عليه الحلقه المتحركه الميتنج رينج المتحركه، وادي الجلاند راكب عليه الحلقه الثابته. ده الميكانيكال سيل الاول اللي هو بنسميه البروسيس، اللي هو شايف السائل بتاع المضخه نفسها من ورا الامبلر جاي له. ادي السائل اللي جاي له من ضغط الامبلر، من ورا الامبلر اهو بضغطه، ده السائل اللي انا عايز اعزله اصلا. وبعدين ابتدى هيهرب من ما بين الاثنين ميتنج رينج. احنا اتفقنا الميكانيكال سيل في كل الاحوال بيهرب، لكن هي الكميه قد ايه؟ طب لما يهرب يلاقي ميكانيكال سيل تاني، ادي الحلقه المتحركه بتاعته راكبه على العمود، وادي الحلقه الثابته. طب المنطقه دي هتتملى بالسائل اللي جاي من ظهر الامبلر بتاع المضخه نفسها؟ لا، اهو محط له سائل جديد اسمه ايه؟ اسمه بافر، زي ما احنا شايفين كده اهو، اسمه بافر. هتقدم له فتحه دخول وفتحه خروج، يبقى عندي داخل وخارج. الله، يبقى المنطقه اللي ما بين الاثنين ميكانيكال سيل دي اصبحت ايه؟ اصبحت سائل مختلط من سائل بالبافر اللي انا حاطه بايدي عشان ابرد الميكانيكال سيل، والسائل اللي كان هربان من ظهر الامبيلر بتاعت المضخه نفسها، بقى حاجه ما بينهم الاثنين. طب ليه كده؟ عشان انا عايز السائل اللي بيهرب من الترومبه ده او من ظهر الامبيلر ما يطلعش على الجو يعور حد، ممكن بقى ماده سامه، ممكن تبقى ماده حامض، ممكن يكون سائل غاز مسال مثلا قابل للاشتعال، فلازم اخففه فاخده في سكه تانية. طب الميكانيكال سيل التاني ده لازمته ايه؟ الميكانيكال سيل الاولاني اسمه البروسيس سيل، يعني ده اللي بيعزل حقيقي السائل اللي جاي من المضخه نفسها. طب الميكانيكال سيل التاني اللي ناحيه الجو ده بنسميه باك اب سيل، ده شغلته ان يمنع السائل اللي اتخلط ومخفف ده انه يطلع على الجو. تعال نفهم موضوع تاني. ادي اهو التاندم ميكانيكال سيل، لو بصينا هنلاقي الاثنين الميتنج رينج او الحلقتين المتحركتين في الميكانيكال سيل اللي راكبين على العمود بيبصوا في اتجاه واحد. طيب عندنا هنا ادي سائل التبريد بتاعي اللي هو البفر داخل وخارج، خلاص اتفقنا هيخش ما بين الاثنين ميكانيكال سيل، تمام.
طب الضغط اللي جاي لي من ما بين من منطقه اللي من ظهر الامبلر من الامبلر الميكانيكال سيل الاولاني بنسميها البروسيس بريشر، ده ضغط السائل اللي بتدفعه المضخه نفسها اللي واصل الميكانيكال سيل. طب واللي ما بين الاثنين ميكانيكال سيل هو ناتج اختلاط اللي هرب من الميكانيكال سيل الاولاني مع السائل اللي انا بحطه للتبريد اللي هو البفر المنطقه دي، ونلاحظ ان ضغطه اقل من الضغط الاولاني لازم يبقى اقل عشان كده بنسميه ام بريشرايزد. بعد كده الضغط الجوي طبعا اقل منهم الاثنين. طب ايه دي، ايه اللي احنا لسه حاطينها دي؟ اه ده البامبنج رينج، احنا شرحناها قبل كده بس نقولها تاني. البامبنج رينج دي حلقه اللي هي الحلزون اللي موجود ده بشغلته ان يسحب سائل التبريد ويدفعه في المنطقه اللي ما بين الاثنين ميكانيكال سيل ويخرج تاني من ده فتحه الخروج، فيخلي المنطقه دي متجدده باستمرار. طيب تعال نشوف كده، ادي تندم ميكانيكال سيل اهو، الاثنين باصين في اتجاه واحد الحلقات السائل المتحركه. هنا حطيت له فلاشنج اهو قبل الامبلر ما بين المنطقه اللي ما بين الامبلر وما بين الميكانيكال سيل الاولاني عشان اضمن انها دايما متبرده ونظيفه. بعدين بعد كده اللي هيهرب من المنطقه دي هيخش ما بين الاثنين ميكانيكال سيل زي ده، اقوم انا عايز اخففه كمان فاقوم ادخل له سائل تبريد اللي هو البفر بتاعنا البفر فلويد، يدخل يختلط بيه وتقوم البامبنج رينج تسحبه تملى المنطقه كلها بيه وتسحبهم الاثنين بعد كده تطلعه فين على بره. يبقى السائل اللي خارج ده لو لاحظنا هنلاقي فيه نقط حمراء ونقط زرقاء اللي هو جزء من سائل جزء من اللي هرب من الميكانيكال سيل الاولاني اللي هو السائل اللي بتدفعه المضخه نفسها، والاصل بتاعه اللي هو البفر ليكويد السائل اللي انا بحطه في التبريد، والاثنين يختلطوا ويطلعوا مع بعض عن طريق البامبنج رينج. يبقى من اول ظهر الامبلر لحد وش الميكانيكال سيل الاولاني ده اسمه ضغط البروسيس، وده ضغط عالي لان احنا قلنا امبريشرايزد. اهو نلاقي بعد كده ضغط من اول ميكانيكال سيل الثاني الاولاني لحد الميكانيكال سيل الثاني بالظبط، نلاقي ده ضغط البفر جاز البفر فلويد اللي هو سائل التبريد ده المنطقه دي المضغوطه، وبعدين نلاقي بعد كده الضغط الجوي ده اسمه ايه تاندم سيل موجود فيه بفر فلويد امبريشرايزد. إن شاء الله الفيديو اللي جاي نكمل الباقي.